الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء إيطاليا ويجدد التحذير من أن استمرار الحرب في غزة ستكون له تداعياته الكبيرة على أمن الإقليم. محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، ومصر ترحب بقرار المحكمة باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين. ترحيب فلسطين بالأمر القضائي لمحكمة العدل الدولية، ونتنياهو يتوعد بمواصلة الحرب على غزة. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي التحذير من أن استمرار الحرب في غزة ستكون له تداعياته الكبيرة على أمن الإقليم، وشدد على أن السعي لاستعادة الاستقرار وتحقيق العدل يرتبط باتخاذ وإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. جاء ذلك خلال تلقي الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بما يتفق مع العلاقات التاريخية التي تربط الدولتين والشعب بين الصديقين. وأضاف متحدث الرئاسة بأن الاتصال تناول أيضا الأوضاع الإقليمية وبالأخص في قطاع غزة، واستعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مشددا على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد بما يتسق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. من جانبها ثمنت رئيسة الوزراء الإيطالية الجهود المصرية للتهدئة، وتواصل مصر مع جميع الأطراف لإعادة الأمن إلى المنطقة، وقد تم التوافق على استمرار التنسيق والتشاور بهدف استعادة الاستقرار الإقليمي. أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كافة التدابير والإجراءات المنصوص عليها في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة. أوضحت محكمة العدل الدولية أن قرارها جاء بعد أن رأت أن الأدلة والبراهين التي قدمتها جنوب إفريقيا معقولة. كانت قاضية بمحكمة العدل الدولية قد قرأت الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في القضية، وأكدت أن المحكمة رفضت طلب إسرائيل الخاص برفض الدعوى المقدمة ضدها، وأضافت أن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة بشأنها. كما أعربت المحكمة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح والممتلكات في قطاع غزة. والمحكمة كذلك رأت أن إسرائيل يجب أن تتخذ الإجراءات لمنع ومعاقبة الإثارة للجميع والدفع لتنفيذ الإبادة الجماعية. والمحكمة كذلك تعتبر أن إسرائيل يجب أن تتخذ إجراءات فعالة وفورية لمنع ما يجري وتقديم المساعدة الإنسانية والاحتياجات الأساسية للفلسطينيين لكي يتمكنوا من العيش. وإسرائيل يجب كذلك أن تتخذ إجراءات فعالة لمنع تدمير البنية التحتية، وتحمي كذلك الأدلة وتمنع تدمير الأدلة التي سوف يتم استخدامها وفقا للمادة رقم 2 في الاتفاقية. We'll be right back.
رحبت مصر بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي والمعنوي بهم. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن مصر كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، كما طالبت مصر إسرائيل بالتنفيذ الفوري لجميع التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تمارس ضده. وأكدت مصر على مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية من أجل إنهاء الأزمة ومنع أي إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين. أكد رئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا أن على إسرائيل اتخاذ إجراءات لوقف التحريض على الإبادة الجماعية والسماح بوصول الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقال رامافوزا إن قرار محكمة العدل الدولية ملزم لإسرائيل ويجب احترامه من قبل كل أعضاء معاهدة منع الإبادة الجماعية، وأضاف أن القرار يمثل سابقة في مساعي المجتمع الدولي لتحقيق العدالة في غزة. نحن نقول مرة أخرى اليوم لن يتكرر هذا، ولن نقبل أن تحدث أعمال الإبادة الجماعية وتتمكن من أن تفر من العدالة ومن العقوبة. ونحن نؤمن أنه بعد هذا الحكم يجب أن يكون هناك الآن المزيد من الجهود المتسقة لتحقيق وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات على أساس حل إقامة الدولتين لتمكين إسرائيل وفلسطين من العيش جنبا إلى جنب كدول مستقلة.
الفلسطينيون يتمكنوا كذلك من تحديد مصيرهم. وكجنوب أفريقيا نحن نتقدم بالشكر لكل أعضاء المجتمع الدولي. كان هناك ملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم الذين دعموا هذه الدعوة، بما في ذلك عددا من الدول التي أعلنت نيتها أن تنضم إلى هذه الدعوة التي قدمناها لمحكمة العدل الدولية. ونحن لن نتخلى عن هذا الالتزام تجاه الشعب الفلسطيني. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، كما أكد غوتيريش أنه على ثقة أن جميع الأطراف ستمتثل لها. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه سيحيل القرارات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية لمجلس الأمن فوراً. رحبت دولة فلسطين بالأمر القضائي التاريخي لمحكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، وبقبول الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في مخالفة صريحة لأحكام الاتفاقية الأممية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفاء أن دولة فلسطين تؤكد على أن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية يذكر العالم بأنه لا دولة فوق القانون، وأن العدل يسري على الجميع، ويضع هذا القرار حدا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة. وأكد أبو الغيط أن الحكم الأولي يمثل انتصارا للقيم الإنسانية وحسما للجدل بشأن ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي. شدد الأمين العام على أن التدابير الطارئة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل بهدف منع الإبادة في غزة تمثل التزامات صارمة على قوة الاحتلال ويتعين عليها الانصياع لها، كما أنها تعد التزاما على عاتق المجتمع الدولي بالعمل من أجل وضع حد للجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال، مضيفا أنه كان المأمول أن يفضي حكم المحكمة الأولى إلى وقف حكم المحكمة الأولي إلى وقف الحرب بشكل كامل وفوري. أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رفضه التام للاتهامات الموجهة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. أضاف نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسه، كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجيش سيواصل حربه على قطاع غزة وإعادة جميع المحتجزين. هذا زلزال زلزال زلزال. يا رب ادفع عنا يا رب. اضافتنا ان شاء الله غير نطرحهم من اراضينا غصب عنهم.
احنا اصحاب هويه، اصحاب ارض، اصحاب وطن. أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 26,083 فلسطينياً وإصابة 64,487، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي. أوضحت الصحة في غزة أنه خلال الساعات 24 ساعة الماضية استشهد نحو 183 فلسطينياً وأصيب 377 في ضربات إسرائيلية. جددت منظمة الصحة العالمية مخاوفها بشأن العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى المحاصرين في أعمال العنف وسط الغارات الجوية الإسرائيلية والقتال الدائر في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان لاندمير، قال إن هناك ما لا يقل عن 60,000 إصابة مسجلة، لكن أكثر من 8,000 شخص في عداد المفقودين، ويفترض أنهم استشهدوا تحت الأنقاض. أضاف أن المستشفيات القليلة العاملة في غزة تعاني من ظروف صعبة للغاية، وأشار إلى أن الأعمال القتالية منعت وصول المرضى والإمدادات لعدة مرات. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 38 ضابطاً وجندياً في المعارك بقطاع غزة خلال الساعات 24 ساعة. أوضح جيش الاحتلال أن عدد الضباط والجنود المصابين منذ بداية الحرب على غزة ارتفع إلى 2,748، ومنذ بدء الهجوم البري إلى 1,258 ضابطاً وجندياً. في نبأ عاجل استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظير الأمريكي جو بايدن المبادرات والجهود المصرية للتوصل مع الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأشار إلى ما قامت به مصر من جهود فائقة على مدار الشهور الماضية لإدخال المساعدات الإنسانية وما تقابله تلك العملية من تحديات وصعوبات يجب تذليلها. خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، شدد الرئيس السيسي على أن مصر ستستمر في جهودها لتقديم الدعم لأهالي القطاع لتخفيف وطأة المأساة الإنسانية الجارية عليهم، مؤكدا ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تحقيق هذه الأهداف. وصرح متحدث الرئاسة أن الاتصال بين الرئيسين تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، كما تم تناول الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط خاصة الحرب في قطاع غزة، حيث ناقش الرئيسان تطورات الجهود الجارية للتوصل لوقف إطلاق نار إنسانية، وذلك بهدف حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والرهائن والأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية وبما يدفع في اتجاه خفض التوتر وإنهاء الأوضاع الراهنة. من جانبه أشاد الرئيس الأمريكي بالدور المحوري الذي تقوم به مصر وجهودها الإيجابية على جميع المسارات ذات الصلة بالأزمة الحالية، مؤكدا تقدير الولايات المتحدة للمواقف المصرية الداعمة للأمن والاستقرار في المنطقة، وأكد على دعم الولايات المتحدة لجهود مصر الدؤوبة لإنفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، كما جدد الرئيسان الموقف الثابت لمصر والولايات المتحدة برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، مع التوافق على حل الدولتين باعتباره أساس لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط برمته.
استقبلت مدينة العريش سفير فرنسا بالقاهرة إيريك شوفاليه أثناء زيارته لتفقد المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين بعد توليه مهام عمله كسفير جديد. شملت الزيارة تجهيز واستقبال وإرسال المساعدات بمركز الخدمات اللوجستية للهلال الأحمر المصري، واستمع لشرح حول الجهود المصرية المبذولة في تجهيز المساعدات والتعرف على الصعوبات التي تعوق وصول أكبر عدد من الشاحنات. كما تفقد السفير المستشفى الفرنسي العائم بميناء العريش والذي يقوم الخدمات ويقدم الخدمات الصحية والعلاجية للمصابين والجرحى. The role of Egypt is absolutely crucial. طبعا هو معلم بيشكر القيادة المصرية والتعاون اللي تم لوجود السفينة لوكس مود لأكثر من شهرين، قدمت فيها المساعدة لأكثر من مصاب سواء من الأطفال أو الرجال أو السيدات. موجود معنا قائد وقبطان السفينة وكان متواجد هنا لمدة شهرين، كان بيعمل هو الفريق بتاعه على تقديم المساعدة للمصابين. طبعا في نوع من التنسيق ما بين دولة فرنسا والسفارة الفرنسية والهلال الأحمر المصري في تنسيق وإرسال المساعدات إلى الجانب الآخر، وإن ده حتى بعد ما السفينة هتسافر بإذن الله وتحرك غدا مازال العمل مستمر والتعاون مستمر لدعم الاستجابة في غزة خلال الفترة القادمة. أفادت وكالة أمبري البريطانية للأمن البحري بأن صاروخا أصاب سفينة تجارية قبالة سواحل عدن في اليمن. يأتي ذلك في حين أعلن الجيش الأمريكي أنه أسقط صاروخا باليستيا مضادا للسفن انطلق من منطقة تسيطر عليها قوات الحوثي في اليمن، مضيفا أنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة اعتراضه. كما صرح الجيش الأمريكي أن قوات الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه المدمرة كارني وذلك في خليج عدن. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة، واصلت وزارة الداخلية مشاركتها المواطنين الاحتفال بهذه المناسبة بتوزيع الورود والهدايا عليهم في الشوارع والميادين. على أنغام فرق موسيقات الشرطة احتفل رجال الشرطة مع المواطنين وزوار المتحف المصري بالتحرير من السائحين من مختلف الدول بعيد الشرطة 72، حيث تفاعل الحضور مع المعزوفات الوطنية وما تتمتع به مصر من أمن واستقرار. مصر تملي بتفتح بابها للقريب واللي بعيد، والكل اللي بجد حبيبها دايما مصر تمد الإيد. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار، مصر دي أحلى بلد في الدنيا كله عارفها. كل سنة وانتم طيبين وشرطتنا بألف خير ودايما كده محققين الأمن والأمان، ومصر بخير إن شاء الله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بإذن الله بيتحدى نزلها حب تركره، كل عمر الشعب ده إيد واحدة والفربط وال. كل سنة وانتم طيبين. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مظاهر الاحتفال بعيد الشرطة امتدت إلى كل المحافظات تقليدا للتضحيات التي سطرها رجال الشرطة على مر العصور. ارتاح أول ما تشوفه وشه سمح طيب وبشوش، وتحس قريب منك صعب تشوفه وما تحبوش بالضحكة اللي عليك. احنا بنهني نفسنا ونهني الشرطة، ده حصن أمان للبلد كلها، ودي حاجة جميلة احنا بنتمناها، وأجمل حاجة في البلد هي الأمان بالنسبة لنا. كل سنة وانتم طيبين ويا رب سنة سعيدة ومتجمعين في الخير يا رب إن شاء الله.
والاحتفالات بعيد الشرطة تواصلت في الشوارع والميادين عبر توزيع الورود والهدايا على المواطنين في احتفالات اتسمت بطابع شعبي يعبر عن مدى عمق ومتانة العلاقة بين الشرطة والشعب، والتي تجسدها ملحمة 25 من يناير عام 1952 وسط إشادة بجهود رجال الشرطة. تحيا مصر، تحيا مصر. ربنا يقدركم ويقويكم ويسترها عليكم على كل اللي بتعملوه معانا. كفايه ان احنا عايشين في امن في حماكم يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى. شعب مقدر قيمه بلده وشايل لها 100,000 جنيه على حبها من يوم ما اتولدوا، جيل بيسلم رايه الجيل. حستنا الشرطه احسن ناس وهم اللي حاميننا وربنا يبارك فيهم يا رب، ودايما من نصر نصر. رجاله ولاد رجاله اتحمي واتشغاله. نتمنى لمصر كل الخير إن شاء الله، وربنا يوفقها بقيادتنا السياسية، وإحنا وراك يا رئيس إن شاء الله. مصر وراسه الفوق مرفوع وسط النار بيفوق. الشعب اللي في وقت الشدة دايما عارف سكته فين، واللي بإذن الله بيتم. شايلنا على كتافكم وحاميننا من كل حاجة والله. طول عمر الشعب ده إيد واحدة والفي ربط واليوم الدين. ولم تخلو احتفالات عيد الشرطة من جانب توعوي، حيث قام رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعدد من طلبة الجامعات بتوزيع كتيبات على المواطنين بالأندية الرياضية تحتوي التعريف بمخاطر المواد المخدرة وكيفية الوقاية منها والجهود المبذولة للتصدي لها وحماية المجتمع من أضرارها ومخاطرها. كل سنة وانتم طيبين وعيد عليكم الأيام بخير ودايما معانا ودايما حمينا. تحيا مصر ويعيش عبد الفتاح السيسي اللي بنحبه كلنا. كل سنة وهم كلهم طيبين ومصر طيبة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. هكذا هي احتفالات متنوعة لحدث وطني يفخر به جميع المصريين، عيد الشرطة، عيد لكل المصريين. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة مساعدات غذائية للأسر الأكثر احتياجاً بمركز العياط بمحافظة الجيزة. القافلة التي تشارك فيها جمعية رسالة للأعمال الخيرية تأتي في إطار الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في دعم الأسر الفقيرة وتحسين حياة المواطنين. عندنا براعم 25 طفل بنديلهم دروس تربويه وتوعيه وترفيه، بنقضي معاهم يوم حلو. عندنا 15 مسنه بنقعد معاهم بنديلهم هدايا، نروق لهم البيت، بنقعد معاهم يوم لطيف يعني. وعندنا اخر حاجه تنظيف مسجدين، ده بنحب نسيب اثر طيب في اخر اليوم. النهارده جينا نوزع 400 كيلو لحمه على الاسر الاكثر استحقاقا في القريه، وهنوزع 200 وجبه على الاسر برضو، وجبات ساخنه متحضره وموجوده في القريه هنا. هنعلم 25 طفل وهنعمل زيارات ل 15 مسنه، وكمان بنعمل تنظيف المساجد الموجوده في القريه، في مسجدين هيتم تنظيفهم بالكامل وتجهيزهم بشكل كامل. جايين النهارده عشان نوزع 400 كيلو لحمه و200 وجبه اطعام، ونجهز المسجدين بالكامل يكونوا مجهزين بكل حاجه تنظيف ليهم. ومعانا 25 طفل في براعم، ومعانا كمان 15 مسنه مستفيد، ومعانا مستفيدين محو اميه هنفيدهم النهارده ان شاء الله. نفسي ان انا اتعلم عشان اعلم ولادي، وعشان افضل احفظ المصحف، افتح المصحف واحفظ فيه، ولو رحت اي مكان لازم انا اعرف انا في اي حته، واي يافطه تقابلني في الطريق لازم انا اقراها يعني عشان اعرف انا في اي حته. انا جايه للجمعيه الشرعيه عشان خاطر اتعلم وادرس واتعلم القران الكريم واذاكر لاولادي اللي هم بياخدوه اللي انا مش فاهماه، جاي عشان افهمه. اتعلم هنا في جمعيه رساله عشان الظروف اللي انا فيها، لازم لو في تعليم فرحت والله ان انا في تعليم، عشان معايا اطفال ما بعرفش مش فاهم لما بيتعلم وما بفهمش ان هم بيعملوها غلط ولا صح. تواصل الدولة تقديم خدمات الفحص السمعي لستة ملايين طفل ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديث الولادة، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر من عام 2019. أشارت وزارة الصحة
إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية في جميع محافظات الجمهورية إلى 34 مركزاً وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم خدمات مبادرة السمع. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء. Thank you.
بأحوال الطقس ودرجات الحرارة مشاهدين الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية أخبار التاسعة. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء إيطاليا، ويجدد التحذير من أن استمرار الحرب في غزة ستكون له تداعياته الكبيرة على أمن الإقليم. محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، ومصر ترحب بقرار المحكمة باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين. ترحيب فلسطيني بالأمر القضائي لمحكمة العدل، ونتنياهو يتوعد بمواصلة الحرب على غزة. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة لا زال يتواصل مع هزير أبو زيد. مساء الخير يا هزير، وأهلا بك. مساء الخير يا ريهام، أهلا بك. مساء الخير يا مصطفى. مساء الخير يا ريهام، أهلا بك. حلقة موفقة إن شاء الله. يعني الحقيقة محكمة العدل الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية النهاردة بتتصدر يعني كل الأخبار، وكل الناس بتنتظر طبعا إحالة هذه القرارات المؤقتة لمجلس الأمن لتحقيقها، ويمكن ده اللي أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في الإحالة الفورية لهذه القرارات. اعتقد ان دي خطوه كلنا مستنيينها علشان تفعل يعني. صحيح. واعتقد ان هو ده اللي برضه هيكون الاساس في حلقه النهارده معاك ان شاء بكل الله. بكل تاكيد يعني لهاي هي النهارده واخده انظار العالم كله، لانه خلاص هذا الشعب ما يقدرش يستحمل اكتر من كده كل اللي بيحصل من جرائم اسرائيليه. ويمكن النهارده محكمه العدل الدوليه بتقول انه ما فيش حد فوق القانون، وانه مساله الاباده الجماعيه واثباتها ما هياش بعيده بعد كل اللي احنا شفناه بالصوت والصوره. احنا هنسيبك النهارده في الحلقه بكل تفاصيلها، وخصوصا الموضوع ده تحديدا، وبالتوفيق ان شاء الله يا هزير. بشكركم وبشكر كل صناع نشره التاسعه، واستاذنكم نبدا حلقتنا.